على أي أساس يأتي شيعي ويحتل هذه المنطقة؟ على أي أساس تريد أن تذهب إلى الزيارة؟ هناك جيش عراقي يرتب هذه الزيارات. إذا هذا مثل زيارة مرقد زينب في سوريا، مثل المراقد في حلب التي يدعونها، مسمار جحا يتركونه في كل مكان وتتجمع حواليه مثل الدود الميليشيات لكي يدعون يحموها. هذا واقع ما تتحدث به أستاذ سفيان، لأنه من يستمع إليك قد يتهمك بأنك تتحدث بلهجة غير مستحبة، طائفية تثير الفتن. الطائفية من يدخل ويحتل مدينة سنية. نحن 99% من المكون الموجود، احنا الغالبية العظمى الساحق. على اي اساس يكون هناك ميليشيا شيعية؟ انا الطائفي، انا الذي ارفع السلاح، انا الذي اعمم دينا عبر المكبرات الصوت واللطميات، انا الذي اسب الصحابة وزوجة الرسول عبر المكبرات الصوت. انا الطائفي ام هم الطائفيون؟ دعنا نتكلم بكل حرية. كفى هذا الخنوع. انت قلت في 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 تقريرك المهم جدا لقناتكم الموقره، اين قاده السنه؟ من هم قاده السنه؟ قاده السنه هم ضمن المحور القطري الايراني.